لأنه الأحزاب الإسلامية الحاكمة هي اللي حامية الملاهي والبارات، لا أنت مخفية عليك ولا أني. تمام؟ الله أعلم. تمام ماشي. لا أنت قلتها في فيديو. شنو الله أعلم؟ أنت قلتها في فيديو. أنا ما أخاف. لا هو دا أقول لك أنت قلتها. أكمل لك ليش. لا 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 لا، ليش عفت العالم كلها سيد عماد؟ ليش عفت المطربات مال الملاهي وعفت الراقصات وعفت كلهم وشلبت بتيسير طول الفيديو؟ خلنا نسمعه. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حكومتنا الرشيدة، أهلنا، ربعنا، ناسنا، أناشدكم ونقسم عليكم بالله العلي العظيم، الشباب المردد، بناتنا طلعنا من الطريق، مع احتراماتي للطيبين ومع احتراماتي للطيبات، وكثرة النوادي والملاهي والبارات ولعب القمار في بغداد حتى الله ما يرضى، يعني والمخدرات قلت العالم، الشباب راحت بغير طريق، والناس تعبت، بطالة، شغل ماكو، تعيينات ماكو. الناشد، الحكومة والناشد أهمنا وربعنا ناسنا، كون تسوون ثورة على من، على الملاهي والمقاهي والبارات اللي بالكرادة. مع الأسف الكرادة أروح وارجع أقول هم أهلنا وخدام الحسين وهم أصل الشيعة في بغداد. هذا من باب أريد أوصل رسالة تيسير العراقي، أنت من شايل الحمل وحاطته على شتابك العراقي، تعرفين شنو العراقي؟ يعني أنت السفيرة مالتنا مثلا من الخارج، أنت تعلمين العالم بأنه العراق رواقيص كلها مراجع وآيات، طلاب الحوزة الدنيا محترقة، أنت والدي توصين، إحنا نبني وأنت تهدمي، إحنا نبني وأنت تهدمي، إحنا نبني، أو أنت تجين تفشين هذا الصرح العظيم. سيد عماد وين تريد توصين بيني حبيبي؟ سيد عماد يعني حبيبي. يعني طلاب الحوزة والدنيا محتاجة شلون؟ ما افتهمت. يعني احنا عندنا مراجع. نعم. قطت تضحيات يا ابو تضحيات. نعم. اعتقد بالله الليل ما ينام، انت خاف بالليل تتنامون. اي لا طلاب الحوزة ولا المراجع يعني تعبانين على هذا الدين. نعم. هذا الدين قدر تيسير شعليها. تيسير شعليها. تيسير طلعت من من السكة، هي تروح وترجع عراقية. هي عراقية وصار لها صيت. وانعرفت، ومو عيب، انعرفت بكل الدول، ماكو ايش قال. هذا اعلام التربع الحرب واعلام، صح لو انا غلطان؟ صح. فمن انعرفت وباسم العراقي شوي تحز بقلبنا. نعم. احنا ردينا داعش، احنا ردينا القاعدة، احنا ردينا العايل، صح لو انا غلطان؟ نعم. انا وانت، انت من المنبر هذا الشريف مالك، واني بلساني من المنبر مال الشريف. الله يعزك. قاتلنا. نعم. قتال حالنا حال الصحابة. ليش؟ اريد كون يطلع العراق يعني قدام المجتمع بحلية يكون رهيبة. ليش؟ لان الى تاريخ ما اجب بلاش تاريخي. الله سبحانه وتعالى يحب العراق، هاي ارض السواد. تجي تيسير تدق وترقص نقول الله يحفظها، تروح وترجع يا عراقي. بس هي سيد عماد، بس هي تدق وترقص؟ اساني مو دفاعا عنها، بس مو بس هي، اهواي. اي بس شو تسوي، هي صايره بالوجه. اها. ونسال الله يصلحها ويصلح كل اللي زين. اللي انت قلت لها، انت قلت لها توبي، انت قلت لها توبي سيد عماد، قلت لها توبي وانا قالت رجال. عمان لحد هاي الكلمة جيبوا لها رجال. انت منو قال لك، انت منو قال لك هي محتاجة رجال؟ انت ليه ذرك المظهر اللي داير مدايره؟ يجوز ذول الداير مدايره نايمين براسه، هذول الداير مدايره يجوز ينشون بلحمه، بس يجوزك واحد هسه احنا ما ندري بيه، مغيب هو هسه. نعم. ما ندري. نعم. باللحظة اللي انا طالع وقايل عمان استرها، هاي الحالة صايرة عندنا. انت تسترها سيد عماد؟ قد الحكاية هاي؟ والله قد الحكاية. تتزوجها؟ هو انا لا لا، شنو تسترى؟ شلون تسترى؟ شلون تسترى؟ تتزوجها؟ السراب هاي الوصل الخضراء. لا 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 لا، لا تقلب، لا تقلب علي، لا تقلب علي. اقول وروح ابوي هذا كله بلون. انا ما لي علاقة. اليوم اليوم ما تبات بالبيت، العلوية ما تخليك تبات. يا كبيلك، اقول لك كبيلك محمد.
انا عد كلمتي. ايه عمي اذا تجي حسد كماك وتحترم نفسه ايه؟ وتقعد عمانه خبها بعد كلام رجال. انت تتزوجها؟ انت لو تخرب بيها الجنه والله قضي للستر. والنعم منك الوجه الله. والنعم منك للستر والله قضي كلام رجال. والنعم بعد. والنعم منك.